صباح الخير، صباح الخير شيخنا العبيد والبدر. حين قال ما عنده محبة ما عنده الحبة، واللي عنده محبة ما خلى الحبة. صباح الخير للناس اللي ملوا حياتنا محبة، تاج الدين البهاري ولا الله ابن عابد والركابي، المكاشفي الشيخ قريب الله، الشيخ البرعي، الشيخ الجيل عبد المحمود، أزرق طيبة والصايم ديمة. صباح الخير على كل الناس اللي بزرعوا المحبة وبعالجوا أمراض الروح، أولهم سيد المحبة الكبرى خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، إنه مولود المصطفى عليه أفضل الصلاة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عليك صلاة الله ثم سلامه علي دموعا يشهد الحزن، لأنها لفرقات أحباب بقلبي يخيم. ويكفي بكائي من يراها، لأنها أتت من فؤاد في الغرام متيم. عليك صلاة الله ثم سلام. مشرح ولا أنه من الجوايا تألم. هديلي يا مال العاشق الصبح، براحة سوى أن يرى معشوقه ويسلم. عليك صلاة الله ثم سلامه على المعشوق. لا تخشى بعد ذا ولا ياك بعد اليوم منك التندم. وعدناك تقريبا ووسطا، فلا تخف حجابا وطردا، فوعدي متمم. عليك صلاة الله ثم يمينا أن قلبا يحبكم يميل إلى الطاعات لا يتلعثم. ويقفو بآثار النبي، ومن قفى عليه عذاب النار قطعا محرم. عليك صلاة الله ثم سلام. تحيات تليق بقدركم من الله عني دائما تتقدم. إليك رسول الله فالنور والبهاء رديدها في حيكم وأهمهم. عليك صلاة الله ثم سلام. على وجه النبي محمد له تخجل الأقمار والشمس تحكم. له جبهة كالبدر الأثما، بالضياء فياني عم وجه بالضياء ملثم. عليك صلاة الله ثم صلاة الله ثم سلامه، صلاة بها بين الملا ترنم. وتهويم مشتاق إليك
ورحمة يعم لكل الآل. هذا نحن نختم عليك صلاة الله ثم سلامه. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم دائما بألف خير. ريقه سكر مكرر قوله أحلى المقال، المباسم سكرية والثنايا لؤلؤية، هيجت فكري وبال. صلى الله عليه وسلم، صلي أهل الكمال على النبي باهل الجمال. تتعدد مظاهر الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في السودان. لعل الاحتفال في السودان لديه خصوصية كبيرة جدا. الاحتفال والتجهيز يتم من أول ربيع، وتعم الخيرات والبشريات الطيبة على كل الأسر السودانية بهذه الفرحة العظيمة. تنصب الخيام وتنصب في الميادين العامة أشكال الاحتفال من الرايات التي تجسد معاني سامية جدا لهذه الاحتفالية العظيمة. حسام، كل تأكيد حمزة. عاوزين نتكلم مشاهدين الأعزاء عن هذه الأبعاد المختلفة، البعد الروحي، البعد الاجتماعي، وأيضا الطقوس المختلفة وأشكال مختلفة للاحتفاء بميلاد أعظم الخلق مع ضيفنا الأستاذ مبارك عثمان. أهلا بك وأسعد الله كل أوقاتك. رحب بك أستاذ حسام، ورحب أيضا بالأخ الحبيب حمزة. أهلا وسهلا، ورحب أيضا بالمشاهدين الكرام داخل وخارج السودان، ونتمنى لهم مشاهدة طيبة وممتعة. أهلا وسهلا. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل بتحت الاحتفال والأجواء عندنا في السودان، إلى متى ممكن يهذب الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الروح ويرتقي بها إلى مصاف الجمال، خاصة عندنا محبة خاصة كده للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كسائر البلدان الإسلامية؟ نعم، لا شك أن من أسمى درجات المحبة أن يحتفل الإنسان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وزي ما ذكرت قبل شوية، الما عنده محبة ما عنده الحبة، والعنده محبة ما خلى الحبة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمرنا أنه نحتفل ونحتفي بسيد البرية عليه الصلاة والسلام، ده على درجات المحبة. ربنا في القرآن قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لك افرح هو خير مما يجمعون. ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية دي قال فضل الله هو العلم ورحمته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن من أعلى درجات المحبة اللي هو الإنسان يفرح بسيد البرية عليه الصلاة والسلام. وبنجد برضو أنه أبو لهب مع أنه كافر، لما انفرح بمولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا خفف عنه العذاب كل يوم اثنين. العباس شاف أبو لهب في المنام قال لي ماذا فعل الله بك؟ قال إني في أشد أنواع العذاب، إلا أنه يخفف عني العذاب كل يوم اثنين لأنني فرحت بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل بين سبابته وإبهامه ماء يشرب منه كل يوم اثنين لأنه فرح بمولد سيد البرية. عشان كده الحافظ محمد ناصر الدين الدمشقي يقول إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه العذاب للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات واحدا. يا سلام. المسلمون أستاذ مبارك في كل عام بيحتفلوا بميلاد النبي، وفي السودان أشكال مختلفة جدا للاحتفاء، رداء الوقار، تلاوة القرآن، وانتشار موكبي العلوم الدينية والتثقيفية. فخلينا نتكلم عن المولد النبوي الشريف في السودان. المولد النبوي في الغالب أي طريقة بتكون عندها خيمة في ذلك المكان الذي نصبت فيه الخيام للاحتفال بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام. في الميادين المختلفة. في الميادين المختلفة. نعم، كان في حوش الخليفة في أم درمان، ولا الميدان بتاع المولد في بحري، ولا في شرق النيل، أي منطقة بكون عندهم خيام، ولا في الخرطوم في السجانة، فبتلقى أي ناس نصبوا الخيام عشان يحتفلوا بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وأي واحد عنده طريقة يعني بيحتفل بها مختلفة عن أخوه. يعني في ناس بتلقى مثلاً بيقروا المولد النبوي. صحيح. في ناس بتلقاهم يقيمون المحاضرات والندوات، دلائل في ناس بتلقاهم بدلائل الخيرات في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في ناس بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، ناس بالذكر، وطبعا ده كله يعتبر من المحبة. الصحابة مدحوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا حسان بن ثابت بيقول أجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جاء داخل على الصحابة كانوا قاعدين، فقام سيدنا حسان بن ثابت وقف له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اجلس، ما بريد التعظيم من باب التواضع، قال لي اجلس. قام حسان بن ثابت قال له قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له قلب وعقل يرى هذا الجمال ولا يقوم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمن نجد أنه مظاهر الاحتفال في المولد النبوي أنت دائره بتلقاه، أنت داير شنو؟ داير مديح بتلقاه، داير ذكر بتلقاه، داير محاضرات وندوات بتلقاه، والمحاضرات ذاتها ما كلها في بتتعلق يعني
ما كلها بس في المحبة وفقط، داير شنو الجانب الاجتماعي بتلقاه، بتكون لك عن كيف الإنسان يعامل زوجته، كيف يعامل المرأة تعامل زوجها، كيف يعامل أولاده، كيف يعامل تعامل مع ربه، كيف يتعامل مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا المظاهر كلها الدائرة بتيجي تلقاه في المولد النبوي الشريف. جانب كمان تثقيفه وترفيهه أشكال مختلفة من الشهادة في ميادين المولد، لكن كذا قبل ما ندخل الميدان ذات ونتكلم عن تفاصيله، نتكلم عن زفة المولد اللي كل واحد بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هايم، ونتكلم كمان على الأسر السودانية ومشاركتها في زفة المولد والاحتفال واستقبال كمان الطرق الصوفية في الشوارع العامة، اللي بيأتي بعصير بيأتي والبيأتي بخيرات بيتي بيأتي، نتكلم عن هذه المظاهر وهذه اللحمة يعني اللي بتشكل إنسان السوداني الجميل في محبة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، لا شك أنه الزفة بتقوي من أواصر المحبة بين الناس، يعني تلقى الأب والأولاد والأبناء والبنات كلهم خارجين في زفة المولد، وبتلقاهم يمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام خارجين من بيوتهم لحد ما يصلوا الميدان. فأنا بشوف أنه الأطفال لما الإنسان من صغير أبوي ديل شنو الطار والنوبة ديل ماشين وين ديل أولادي الليلة ما ربيع شهر ربيع الأول فيه شنو شهر ربيع الأول ما إحنا عارفين لأننا كبار، لكن الأطفال عم بتكلم لك أنه نغرس محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال من بدري. طيب في شنو شهر ربيع ما ولدوا فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يا أبوي يحكي لي عنه كده يمشي معاي نمشي تزفه ونشوف الناس. صحيح. فالطفل من صغير بيتعلق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يكبر يطلع في المولد في الزفة بتاعت المولد لحد ما يصلوا الميدان، وتخيل ماشين ركبانا ويعني ناس راجين في سيارات. صحيح. وناس ماشين برجلينهم، فالحاجة دي في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بتقوي أواصر المحبة بين الرجال وبين الأطفال لحد ما يصلوا المولد النبوي الشريف. نعم، والحقيقة بترجع لنا ذكر استقبال النبي في المدينة، وذكرى كبيرة كلهم خرجوا لاستقباله، كأنما هناك أيضا مشهد لزفة أخرى ووجهات النظر متقاربة. عاوزين نعاين بعين ثانية البعد الاجتماعي اللي انت أشرت له من خلال تقديمتك، إنه المعاملات وحياة النبي فقه في المعاملات من خلال معاملته مع أصحابه مع زوجاته مع الصحابة بصورة عامة وحتى مع غير المسلمين. كيف نقدر نستفيد من ميلاد المصطفى ونقدر نستفيد من هذا الفقه في المعاملات، انه كيف الزوج يعامل زوجته، الابناء في البيت، الاخوان، فده دي عبر كثيره جدا ممكن نستلهمها. نعم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. من افضل الحاجات المنة ربنا سبحانه وتعالى علينا انه جعل لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القالب البشري. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ما غالب يجعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نور ملك من الملائكة، لكن لا، جعلوا لنا في هذا القالب البشري حتى يتسنى لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فغاية العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم في القالب البشري عشان أنت تحاول تقتدي به في كل حاجة. زي ما قلت لك ربنا ما جعله ملك من الملائكة لأن الملائكة تختلف معانا، تختلف مننا. الملائكة لا تأكل، لا تشرب، لا تنام، لا تتزوج، لا تتكاثر. فربنا سبحانه وتعالى قال لك أنا بجعل لك النبي في نفس القالب البشري بتاعك عشان أنت تقترب به في كل صغيرة وكبيرة، وباقتدائك به وتصل لي، باقتدائك به وتصل لي. كيف ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتزوج؟ كيف يربي أبنائه؟ كيف يربي يتعامل مع أصحابه؟ كيف يتعامل مع أعدائه؟ كيف يتعامل مع زوجاته؟ كيف يتعامل مع أبنائه؟ كيف يتعامل مع أصباطه؟ في كل حاجة بتلقى النبي صلى الله عليه وسلم قدوة قدامك. وربنا قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونأخذ مثال بسيط، يعني تعال شوف يوم من الأيام قالوا السيدة عائشة رضي الله عنها قاعدة معاها السيدة حفصة، طبعا الاثنين زوجين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السيدة عائشة أبوها سيدنا أبو بكر والسيدة حفصة أبوها سيدنا عمر بن الخطاب. فقال السيدة عائشة نظرت السيدة حفصة قالت لها خير الطعام الدقيق وخير اللباس الرقيق وأحب رجل إلى رسول الله أبو بكر الصديق. فقال السيدة حفصة عينت لها قالت لها خير الطعام ما حضر وخير اللباس ما ستر وأحب رجل إلى رسول الله عمر. فقال السيدة رقية والسيدة فاطمة الاثنين أبوهن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لزوجها سيدنا عثمان والسيدة فاطمة زوجها سيدنا علي بن أبي طالب. فقال السيدة رقية نظرت السيدة فاطمة قالت لها خير الطعام للجوعان وخير اللباس الكتان وأحب رجل إلى رسول الله عثمان. فقال السيدة فاطمة عنت لها قالت لها خير الطعام ما حلي الحلو
وخير نعم. اللباس ما بلي وأحب رجل إلى رسول الله علي. فأنا بشوف بتلاحظ أن الحياة دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم عززها فيهم. صحيح. كيف يتعامل مع زوجاته؟ أنا بشوف أن الحياة دي إحنا مفترض نعززها في زوجاتنا في أولادنا، مش الإنسان مع أصحابه يكون طيب ودود ومع أولاده وزوجاته يكون يعني صار وزعلان فبشوف النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل هذه الأشياء. يا سلام. يا سلام. طيب من منطلق البساطة اللي كان بيتعامل بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الجميع، لا يفرق بقى بين الغني والفقير الأسود الأبيض، يبتسم في وجه الجميع، كان دائما هاش باش في عند الجميع. فيتكلم عن أسلوب البساطة، مظاهر الاحتفال عندنا هنا دائما بتشكل معاني من البساطة الروحانية الجميع إحنا بتمثلنا وبتجسدنا كشعب سوداني. بيتكلم عن هذا التأخر اللي بيكون عند الشعب السوداني في الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني ما منفرق دي طبقة كذا، ده أبيض ده أسود أو كذا، فكلنا بنحتفل، المحبة الجوانة هي للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، دي من بصراحة بشوفها من ثمرات التصوف اللي هو بعلم الإنسان ما يفرق بين الكبير والصغير، بين الأبيض والأسود، بين العربي والعجمي، بين العظيم والحقير، بين الوزير والغفير، ما فرق، جاويز بيكرمه. وزي ما قلت لك دين دل يدل على أنه تشبعوا بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أعرابي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم محمد، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله مكانة خاصة وكرسي خاص ولبس خاص، لا يلبس كما يلبس قومه عليه الصلاة والسلام، فنظر كده قال لهم أيكم محمد، قال لي أنا، قال لي أنت الذي تزعم قريش أنه كذاب، قال لي نعم، قال لي والله ما هذا بوجهي كذاب. فشوف حتى المرأة جات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولما شافته يعني ارتهبت من هيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هويني عليك فإنني ابن امرأة كانت تأكل القديد اللحم اليابس. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما رأى الجنة وأهلها ورأى النار وأهلها وشاف جميع هذه المعاظم الأشياء العظيمة ورأى ربه سبحانه وتعالى، نزل إلى الدنيا يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويقوي بيته يكنس البيت عليه الصلاة والسلام. فأهل التصوف تشبعوا بهذه الثمار العظيمة، عن كده بتلقى أنه هناك الشيخ جميع الناس أكرموا الناس عظموا الناس، ما تسروا لهم في وشهم، باشروهم. الشيخ مرات يمشي يستقبل الناس بنفسه، يعني ما بقول للفقراء امشوا يستقبلهم، بيمرقوا بنفسه خارج الخيمة عشان يستقبل الناس. فاليوم بشوفها من الحياة العظيمة، الإنسان لما يشوف الشيخ بنفسه يستقبله ويبشتلوا في وشه إن دلت تدل على أنهم تشبعوا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شمائله العظيمة. نعم. نعم. كمان لما أنت تدخل برضو داخل الخيام والتابع تشوف فتح المصطفى وتشوف الذكر وتشوف المولد وكل الطقوس المختلفة البدية دي بشوية كده زي بتنعش الروح، وبتخلينا احنا برضو نتكلم في المحور الجاي عن البعد الروحي للاحتفاء بميلاده عليه الصلاة والتسليم. نعم، طبعا زي ما قلنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتسمو بالروح. طبعا الجسد عنده طعام والروح برضو عندها طعام، فأغلب الناس يعني يشبعون رغبات جسدهم ولا يشبعون رغبات أرواحهم. مبنى ومعنى. مبنى ومعنى. نعم، الجسد اللي هو طعام، طعام الجسد هو طعام الجسد هو الأكل والشرب. نعم. أما غذاء الروح هو الصلاة على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام والذكر. يعني هنا قال الشيخ البرع يقول صلي عليه بكرة وعشية آناء ليلك مع نهارك دائما في حال كونك طاهرا أو محدثا أو تائبا عن ذلة أو ظالما أو كنت وحدك فاتخذها صاحبا أو كنت في ملأ فواضب أينما هي سلم الخيرات والزلفى لمن جعل الصلاة لمن يريده سلما وتنوب عن شيخ لمن يك فاقدا شيخا بصيرا عارفا ومعلما وبجاهها كل الحوائج تنقضي وتيسر الأرزاق تغني المعدمة يكفيك من صلى عليه بمجلس بلغت روائح طيبه أفق السماء يكفيك من صلى عليه مرة صلى عليه الله عشرا تمما وإلى تمام الألف من صلى على هذا الرسول على جهنم حرما يغدو بدار الخلد جار محمد ويموت صاحبها حنيفا مسلما. فأنت لما تيجي المولد النبوي وتتشبع بهذه الأشياء الروحية اللي هو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كونك تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن واحد يقول لك يا أخي الحياة دي ما في زمن الصحابة ما كانت موجودة، في قاعدة في أصول الفقه يقول لك الترك لا يدل على التحريم، يعني حاجة تركها النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه حرام، لأن في حاجات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يدل تركه لها على أنها حرام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع المصحف، فكونه ما جمع المصحف معناه الحاجة دي حرام. هتقول لي طيب جمع المصحف مع الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في حيات حتى الصحابة ما عملوها، ما نقطوا المصحف، عملوه التابعين. فأنا بقول كونه إحنا نعمل الاحتفالات دي
على أساس لأنه كثير من الناس انشغلت بالدنيا عن سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عارفين زوجات النبي كيف النبي عامل أصحابه وأعداءه وأطفاله، كيف يعامل الصغار، كيف يعامل الكبار. في الحياة دي بتغرس محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبتغذي الجانب الروحي لدى الناس، خاصة الناس بقت بعيدة، أغلب الناس بقوا بعيدين عن ربنا وانشغلوا بالدنيا عن الدين. أستاذ مبارك، طبعا أيام الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى الكل تشبع، فعايزين تكون المسيرة هي متواصلة، يعني المحبة ما بتقف في أيام معينة أو محدودة، هي بقى أن تشمل جوانب الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى في كل حياتنا، في المعاملات زي ما ذكر حسام، في كل تفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تكون حاضرة جوانا. فكيف يكون مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم نقطة انطلاق بعيدة نحلق بها عاليا في أكثر من سماء لاستمراريته وليس للتوقف في شهور معينة؟ نعم، نقطة جميلة جدا وجوهرية. كثير من الناس بيقول لك انتوا ليه بتحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المولد بس، احنا حياتنا ما كلها احتفال، حياتنا كلها احتفال بالنبي وكلها يعني تطبيق لسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن دي مناسبه، والنبي كان يعظم المكان ويعظم المكان والمناسبات. ففي ليله الاسراء والمعراج سيدنا جبريل قال له صلي ركعتين في بيت لحم، فصلى. قال لا تدري اين صليت يا محمد؟ قال لي لا. قال هذا بيت لحم وهو الموضع الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وسألهم عن هذا، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام فنحن نصومه شكرا لله. فرب سيدنا النبي قال لهم نحن أولى بموسى منكم، صامه وأمر بصيامه. يعني تصوم عاشوراء بتتذكر أنه اليوم ده ربنا نجى فيه موسى من فرعون. دي مناسبة، فدي مناسبة اللي إحنا بننطلق بها زي ما ذكرتها للاحتفال بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل التخصيص ده ممنوع؟ ما ممنوع. أسس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأكرمين عليه الصلاة والسلام، كان كريم جدا، فأعطى ثم أعطى ثم عدنا، فأعطى ثم عدنا له فعادة مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى وعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كريم، لكن أجود ما يكون في شهر رمضان. يعني هو كريم في الأصل لكن في رمضان بيزيد الكرم بتاعه. فإحنا أصلا حياتنا كلها احتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق لسنته ولتشريعه، لكن في شهر ربيع الأول، ربيع النور الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا منزيد المحبة ومنزيد التعظيم عشان نلفت نظر الناس، لأنه في هذا الشهر الكريم ولد النور عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب نعمل شنو؟ أنا بشوف أنه الزول يخصص ولو ساعة في اليوم يجيب زوجته وأولاده، يعني يحكي لهم من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص دي بقت نقطة بداية، باقي حياتك كلها خصص لك ولو ساعة، ولو نص ساعة يا أخي، خليها ربع ساعة، أحكي له أجيب الكتاب بتاع 40 حديث النووي، أديهم حديث واحد، أقرأ إن شاء الله لوح واحد مع أولادك مع زوجتك. فالآن بعد سنة بتلقى أنه جماعة أولادك وزوجتك قطعوا فرقة في سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن غير كذا برضو الوسائط المختلفة، وسائل التواصل الاجتماعي أو محركات البحث، إحنا دائما بناخد فيها وقت طويل جدا عن طريق التصفح فقط. يعني أنا قبل كم يوم كذا عندي أصحابي أخوان الصغار، فاستغلوا المواقع دي في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وطرق الاحتفال بالمولد، فقضوا وقت كبير يعني ساعتين ثلاثة ساعات هم بتابعوا، فقالوا أن إحنا من زمان قاعدين نستغل المواقع دي بس في التصفح، فما مال نخصص لنا يوم أو نخصص لنا ساعة ونص دقيقة أو نص نخصص لنا نص ساعة نشوف فيها المواقع دي ونشوف فيها سيرة الحبيب المصطفى. فكيف ممكن نستغل المواقع بتاعت التواصل الاجتماعي دي في محبة الرسول ونشرها كمان؟ يا سلام، نقطة جميلة يا أخ. يعني بيقولوا الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيعه. أغلى حاجة عند الإنسان الوقت بتاعه، عشان كده لابد من الرفقة الصالحة اللي بتذكرك بربنا. يعني الإمام ابن عطاله السكندري يقول لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فكونه انت لقيت لك صاحب قال لك يا أخي أخواننا رأيكم شنو، أداك مجرد مقترح أنه نقعد يوم واحد في الأسبوع نجيب فيه مثلا سلسلة أيها المريد بتاعت الحبيب علي الجفري، كيف يعني حياة بتهذب النفس، ولو إن شاء الله خواطر بتاعت أحمد الشقيري، أحاول أقعد بتذكروا يعني تذكروا في هذه البرامج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أصحاب بصراحة لما تعاشرهم وتقعد معهم بتحس أنك بقربك لهم تقربك من ربنا، زي ما أقول عمان صلاح من البادي، يعني هذه الحكاية لابد يكون فيها نوع من الانسجام. بيقول أنا عشت من قبل غريب ما عرفت تقدير الزمن، أحبابي من قبلك دموع وأصحابي من قبلك شجن، كان عمري حفنات من ضياع ما ليه قيمة ولا تمن، يوم ما عرفتك كان سنين العمر ولن وانتهن، فضلت أتحسر وأقول ليه ما عرفتك من زمان. فبصراحة في أصحاب لما تصاحبهم تعرفهم تقول إنت كنت وين من زمان يا خنا، مما عرفتك قربت من ربنا، قربت من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كانت حياتي كلها كانت ضايعة لما عرفتك.
فأنا بشوفه حتى سيدنا يعني هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني أنت يمكن يعرض لك ألف صاحب ما تجد من الألف ده صاحب يقربك من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا تلقيت الصاحب اللي بيقربك ويقول لك يا أخي إن شاء الله يوم واحد في الأسبوع نقعد, أنا بقول لك أمسك فيه بيدينك وكر يعني. الرفقة الطيبة. الرفقة الطيبة. أنت كنت وين من زمان؟ نحن سعيدة جدا بك عبر المساحة دي في رحاب المصطفى عليه الصلاة والتسليم, وشرف للكل إنه يتحدث عن أفضل المحبين وأفضل الحبايب لنا جميعا المصطفى المعظم. ختاما رسائل قصيرة وتذكير في بريد كل الشباب الذين يتابعونا الآن وكل من يتابعنا عبر صباح الشروق. بقول لهم الحاجة الأولى كثر من الصلاة على النبي, قدر ما صليت على النبي ربنا يصلي عليك, وفي الصلاة ربنا سبحانه وتعالى بيخرجك من الظلمات إلى النور. ومهما مدحنا النبي والله ما اديناه حقه, يقول لك الأعجز والأنجز والأرجز والأوجز ما وصفه في رجزه من وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقت بقول عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف, والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا, والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى, والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما اكتفى, والله لو قبر الرسول تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى, يكفيك لقياه في السماوات العلى وبحضرة المولى الجليل تشرفا, يكفيك أن البدر يخسف نوره ونور محمد لن يخسف. صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن شاكرين جدا ومقدرين مبارك عثمان على كل الإضاءات الجميلة حول سيرة الحبيب المصطفى ومحبة الرسول, البساطة كمان في التعامل والمعاملة إن شاء الله في المستقبل مع كل أحبابنا. إحنا شاكرين جدا ومقدرين, كتر خير. الله يجزيكم خير سيحزام أستاذ حمزة. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. شكرا.